بونجور جميعا، يعطيكم العافية. بهيدا الفيديو رح نحكي عن الـ Advanced Digital Photogrammetry، ورح نشرح الـ Analytical Photogrammetry يلي هي موجودة. بلشها من هون هلأ تا نعمل شوية ريكاب سريعة. نحن عنا بالهيستوري بلشنا بالGraphical Photogrammetry، بالانالوج فوتوغرامتري، اناليتيكال فوتوغرامتري، وبعدين ديجيتال فوتوغرامتري، واكيد في من بعدها كلوز رينج فوتوغرامتري مع ستراكشر فروم موشن. فاكيد هيدا شيء كان مثل هيستوري بالفوتوغرامتري وتطور صاير فيها. هون بنحكي شوي على الانالوج فوتوغرامتري. بس تنذكر بنحط صورتين، وهون الشخص بيكون عم يتطلع بعيونه وعم بيشتغل بطريقه ميكانيكال واوبتيكال كرمال يقرب الصورتين على بعضهم تطلع الموديل. او من بعد اجى الاناليتيكال فوتوغرامتري، وهي شو المبدا تبعها. انا حيكون عندي صورتين، لاحظوا في هيدي الصوره يمين، هاي الصوره شمال. هون في عندي انا اوفرلاب، هاي الاوفرلاب بدي اجمعهم، بدي احط الكومن بوينت على بعضهم مثل ما شايفين. انا هون بصير اقربهم، تحط هون عندي نص الصوره، هون نص الصوره غير محل، فانا بدي اصير اقربهم تيطلع عندي الموديل هالكومن. بس هاي النقطه هون يلي موجوده هي ذاتها هون، هذا راح نشوفها بشغلنا اسمها بوينت ام، او بطريقه ثانيه هي هيك كانه انا من الميلتين، من الميلتين عم بقشع هيدي النقطه. هون الصوره المتاخده كانت الطياره مرقه من هون، اخذتها بالرجعه اللي اخذتها من هون، او اذا كانت ماشيه هيك. فهيدا الكونسبت اللي هيدا الكونتكست اللي حنشتغل بقلبه. فهون انا عندي الاناليتيكال اورينتيشن. شو بتفرق عن الانالوج؟ مثل ما شفنا الانالوج انا في عندي ميكانيكال سيستم او اوبتيكال سيستم عم بشتغل عليه، بينما بس احكي اناليتيكال يعني انا عم بحكي ماتماتيك، يعني ترو ماتماتكس فورمولا. انا بدي اشتغل، بدي اظبط الاورينتيشن والبارامتر تقدر اشتغل. هون شو عم نشوف؟ تنقول انا كل صوره عم بشتغل عليها عندها ريبير لها، عندها اكس اكس واي ان زي. فاذا هات نقول الصوره يمين وعندي كمان صوره شمال او العكس. بس الفكره وين؟ انه انا الكومن بوينت كنت عم قلت لكم عنها هنيك اللي عم بشوفها هي الام. هلا هون انا اذا بدي اجي احكي كل نقطه، كل نقطه بتمثل نقطه ام، بس وقت انا عم بحكي بكون عم بشتغل هون مات، بكون عم بنقي نقطه معينه تعلي اعمل ستدي. يعني مثلا باخذ هالنقطه يلي هي ذاتها موجوده هون، فانا هودي الصورتين قربهم على بعض كرمال يطلع عندي الموديل يلي بدي اياه. فهون شو جينا اشتغلنا، باي مبدا عم نشتغل؟ شو في عندنا؟ هون هيدي اللي عم نشوفها 3D، رجعنا عملنا لها مثل بروجكشن يلي عم نشوف هون كأن الصوره هيدي او اكس سي واي سي، والزي بتكون لتحت كأنه فاتت لجوا بقلب الصوره، وبرجع بعمل لها ترانسليشن على نص الصوره على النيدر يلي هي الاكس واي مع روتيشن صغيره حوالي الزد. وهون انا بكون بحاجه لل تريديشنال ماركس تبع الفوتوغرافي تبع الصوره. هلا بالنسبه لل تنقدر نعمل كونستراكشن للموديل، كيف بدنا نفكر؟ انا في عندي هيدا الراي يلي بينطلق من الاي من الاو سوري من الاو للام. هلا صرت بما يكون عنده اكس واي زي، صرت انا برمز له بيو وبفي. هودي اليو والفي شو الهدف منهم؟ انا هودي بدي اعمل لهم روتيشن معينه كرمال الصوره اللي جايه من مالت اليمين، او ليتس سي هيدي مالت الشمال وهيدي مثلا هون بتكون مالت اليمين، انا بكون عم ببرمهم وبقربهم تيتلاقوا اثنيناتهم بنفس الام. وانس تلاقوا بنفس الام يعني انا صار عندي هودي الصورتين قربتهم على بعض وبرمتهم على بعض، فصار الكومن اريا ركبين فوق بعضهم. فانا هون بكون بلشت يركب معي الموديل.
يعني تأرجع عيدها بطريقة تانية. أنا عندي صورة هون وصورة تانية، اتنيناتهم عم بيشوفوا ذات البوينت ام الراي، بده يكون انا عندي راي من الزيرو من هون من او للام هو يو في، وكمان من تاني صورة كمان حيكون عندي راي تاني كمان برمز له ل يو وفي هون. هلا تنحكي عن ال analytical construction of the model. يعني فوق انا شفت عندي صورتين، اوكي حكينا سريعا بدي اعمل اورينتيشن، بس هون بدنا نحكي كيف الفكره منهم. انا رح يكون عندي تنقول هون هالاس 1 هيدي لاول صوره، وهالاس 2 لثاني صوره، وهيدي الديستنس بيناتهم. يعني اذا بدكم بمعنى ثاني كانه المسافه يعني هون كانت الطياره اول شيء، بعدين صارت هون، هيدي الديستنس بيناتهم. فاذا حيكون انا عندي في بوينت ام حيكونوا كل وحده بمال، يعني مثل ما انا كان عندي هون هاي كل وحده بمال، انا بدي ارجع اقربهم لبعض. فنحن بدنا نعمل روتيشن، نصير نقربهم، وهيدي الموفمنت تبعهم بيكون بشكل كون. يعني انا بصير هون عم ببرم هيدي الميل، يعني عم ببرم هاي الميل تتنيتهم يقربوا على بعض. هون انا بكون عملت يا اما بكون خلقت ام، او بالاحرى بكون عم بنيتها عملت كونستراكشن للموبل. هيدي الفكره منها وقت انا بعمل كونستراكشن. بنتبه على شغله، احنا ايمتى بيكونوا بيتلاقوا اثنين راي بذات النقطه؟ بس بكون انا عندي ال في 1 ايكوال ال في 2. ال في 1 يعني الراي يلي جايه من هون من اول صوره ايكوال لل في من ثاني صوره. ما بنطلع باليو، ليش؟ لانه اليو بتتاثر بس بالاكسس تبع الاكس، وهذا بس له علاقه بسكيل. بس احكي سكيل شو معناتها؟ انا بس يكون عندي صورتين ركبتهم على بعض بيركبوا، بس ما بيكون عندي سكيل. يعني يمكن يكون هذا الموديل انا اذا بيجي بطلع منه صوره هو فعليا من بالنقطتين عندي 3 كيلومتر، بيطلع معي انا 3 مليمتر او 1 سنتيمتر او 100 كيلومتر، ما بيطلع عندي انا سكيل. بس بكون انا ركبوا هول الصورتين على بعض كانه عندي انا صوره بلا سكيل. ذات الفكره بالنسبه لليو، هون ما بيهموني هلا للموديل، بكون انا عم بحكي بس على الفي. فوان انا هون تقدر اعملهم، بدي اشتغل على الروتيشن، روتيشن 1 للصوره 1، روتيشن 2 للصوره 2. بصير انا ببرمهم كانه هن تو كون لحديت ما يوصلوا ويتلاقوا بذات النقطه. هيك انا بكون عملت كونستراكشن للموديل يلي عندي. هلا الموديل حكينا عنه، نحن قلنا بنقرب شوي نعمل اورينتيشن نبرمون الى اخره. طيب ما هيدي البروسيدور، انا كيف بدي ابرم؟ قد ايه بدي ابرم؟ على اي اساس؟ شو عايز؟ ماثيماتيكال فورمولا كرمالهم. فهلا رح نشوف كيف نعملهم. بنمرق بشيء اسمه ماتريكس روتيشن، هي المفروض انتم تكونوا اخذينه بالسنين يلي قبل، بس لهيك نعمل ريكاب سريعه. انا بيكون في عندي سيستم معين بدي اعمل له روتيشن، روتيشن احوال الفا روتيشن، بيتا روتيشن، وجاما روتيشن. كل وحده من هودي بيكون عندها ماتريكس، مثلا هون لانه احوال الالفا او الاكس، اول شيء بيكون عندي هون 1 0 ب 0، ونفس الشيء هون البتا بيكون هودي 1 بالنص 0 0، هون عندي 0. اذا بدكم نرجع نعمل ريفيجن عن الماتريك روتيشن لحالها بنعملها، ما في مشكل. هون انا هودي الروتيشن ضربتهم ببعض، يعني هيدي تايم روتيشن الفا تايم روتيشن بتا تايم روتيشن جاما، طلع عندي هودي. تذكركم كمان سريعا كيف نعمل روتيشن مالتيبليكيشن او للماتريكس، رح نشوف هيدا الانيميشن. هون عندي 2 ماتريكس بدنا نضربهم ببعض كرمال عندي هيدي النيو ماتريكس. هيدا انيميتد اكزامبل تذكرنا كيف بنعملهم، وهيدي هي ذاتها تو بي ابلايد على، يعني مثل ما انتم بتعملوا بالديتوم بتعملوا ابلاي
ابلكيشن للماتريكس روتيشن. كمان هون بنعملها على كل صوره من الصورتين تنقربهم على بعض تيطلع عندي الموديل يلي بدي اياه. وهون مثل ما عم نشوف النيو ماتريكس يلي عم تطلع معنا من ورا الروتيشن يلي هي هون طلعت معنا. هيدا الريزلت عملنا هي ضرب هي اول شيء. الريزلت اللي معنا طلع عملناها ضرب هي. يعني الفا ضرب جاما والريزلت بالاخر سوري الفا ضرب بيتا والريزلت ضرب جاما. او بالعكس فيكم تشقلبون ما في مشكلة طلع عنا هودي. هلا بس في شغله بدنا ننتبه لها انه انا الفاليو اللي عم بعمل له روتيشن انا كثير صغار بالسكندز. فكرمل هيك انا في مثل ما نقول هون يعني تكون الفا بيتا وجاما كثير مو سمول في يروح على هيدي الايكويفالنت او الايكويشن. فانا هون كل هيدي الماتريكس اللي شايفينها تطلع عندي هون هيدي. فاذا انا الروتيشن يلي راح استعملها بالالفا للالفا والبتا والجاما روتيشن الفا بتا جاما هو مثل ما قلنا انا عم بيكون عندي روتيشن بالسكندز ما بيكون عندي هالفاليو اللي كثير كبار. وهذا الشيء اللي بيفرجينا اهميه بس كون عم الشغل بالطياره قد ايه تكون الطياره ماشي اوريزونتال من فوق كرمال قد ما فيي انا خفف هذا الايرور تبع الروتيشن ما يكون اكثر. هلا هون هيدي الجنرال ماتريكس روتيشن عم نحكي عنها. انا هلا قلنا من قبل انا هون في عندي متى كنا عم نحكي بده يكون عندي ال في قد ال في اليو بتركها لبعدين. فهون كيف انا بدي اروح على الموضوع بروح على الريليشن اوف اوبزرفيشن. يعني انا عندي هاي الصوره عندي صوره هون الصورة اليمين وصورة الشمال اللي كنا عم بنشوفهم هون. أنا عندي صورة يمين وصورة شمال كل وحدة منهم عندها ماتريكس روتيشن. وأنا هودي مثل ما كنا حكين أول شيء حولنا الـ X Y Z لـ U V. فرح نجي لهون أنا عندي الـ X prime الـ Y prime والـ Z برايم بدي اضربها هيدي الريزلت اللي بده يلا بدها تطلع عنا. شوفي عندي هيدي الماتريكس اوف روتيشن اللي طلعناها هون تايم اليو في 1. ليش يو في 1؟ لانه نحن اوريدي حكينا انه الاكس اوفر زي هي يو الواي اوفر زي هي في والزي اوفر زي هي 1. فبنعمل هاي الماتريكس ضرب هيدي الماتريكس بيطلع عنا النيو ماتريكس. وكمان طريقة كيف نعمل لها كالكوليشن مثل ما شفنا بالانيميشن من شوي. يعني مثلا 1 تايم يو ماينس او هي بلس بس لانه هون اوريدي في ماينس جاما تايم بي اللي طلعت معنا هون والبتا تايم 1 يلي هي هون الى اخره. وهيك بتكون طلعت عنا الـ X prime الـ Y prime والـ Z prime. وهون we can consider إنه V prime هي الـ Y prime over Z prime يلي هي هون. هيدي الـ value equivalence هي هون وهيدي هي هون. هلأ هون هيدي فإذا transformation لكل صورة. يعني تأرجع أجي لهون هيدي اللي شغلناها هي بس لصورة وحدة. هلا لازم ينشغل كمان لتاني صورة. هون حيكون عندي V prime 1 هون V prime 2 مثل ما قلنا. هون عندي ال V prime 1 هي ها وهيدي ال V prime 2 هي ها. نفس الإكويجن طلعت معنا هون هي هون بس الفرق حطيت هون لكل وحدة 1 وهون لكل وحدة 2 1 2 اول صوره ثاني صوره. بس هون بس عندي فرق واحد انه انا كل شيء خاصه بالالفا الغيته حطيته ايكوال 0 هون ما شلته. ليه؟ لانه اذا برجع لهون اعتبرناها هي الاوريجن هي تبع الصوره 1 هي تبع الصوره 2. فانا هيدي انطلاقا منها فما عدت فتركتها فالغيته انا اكون بس عم بشتغل على هيدي بالسيستم.
انه هي هاي اللي بتساعدنا، هي الاساس تبعنا رح تكون. فاذا هون الأساس طبعا. فإذا نجي نرجع لهون مطرح ما كنا عم نحكي، هاي الإيكويجن إيكوال، بدي لازم تصير إيكوال هاي الإيكويجن. فهون أنا بيجي بعمل ديفلوبمنت تيطلع عندي أنا الـ V1 برايم إيكوال الـ V2 برايم، يلي هي رح تطلع معنا هون، وبرجع بعمل لها ديفلوبمنت تطلع عندي بهيدا الشكل. وهيك بيكون انا صار عندي الكونديشن انا بقدر اعمل كونستراكشن للموديل. بالانالوج كان عملنا نعملها ميكانيكلي او بطريقه اوبتيكال بايدنا، وبالاناليتيكال هون صار في عندنا هودي الفورمولا تو بي ابلايد، واكيد هون هودي كلهم صار الكمبيوتر والسوفت وير هو بيشتغلهم، بس احنا جاست نفهم كيف بينشغلوا. وهودي اكيد هلا السوفت ويرات بينعمل اوتوماتيكلي وحتى نحن ما بنشوفهم، بس هودي هن البيز اذا حدا بده يعمل ديفلوبمنت لسوفت وير او تيطبقه. هلا مثل ما حكينا قبل نحن عندنا موديل هون، اكيد عم بنتقل بدي انتقل على سكيل. فنحن كنا قايلين من قبل انه انا عندي هودي التو موديل يلي عم يطلعوا معي، ما عندي ديستنس بيناتهم، ما عندي اوكي بيطلع عندي الفورم وكل شيء تمام، بس ما فيي اخذ ميجرمنت ليه؟ لانه بيكون ناقصني انا سكيل. هيدا سكيل انا كيف بطلعه؟ هيدا هون كيف شو الكونسبت اللي انا عندي اياه؟ في عندي هيدي الاكس واي زي هن على السيستم الموجود على الارض، يعني نحن على الفيلد فعليا شو في عندنا؟ وهودي الموجودين بالانسترومنت، هول اللي طلعوا معنا الاكس واي زي الجداد اللي طلعوا بالانسترومنت. عندنا هون سكيل، وهون في عندنا الماتريكس اوف روتيشن تبعهم. انا بالاخر هالموديل اللي طلع عندي اقدر طبقه، اكيد برجع بعدين بعمل منه اورتوفوتو دي ام، هودي بنشوفهم بعدين. فاذا هيك بنكون وصلنا فهمنا الـ analytical orientation كيف عم بتصير معنا. هلا بعد ما حكينا عن الماتريكس روتيشن احنا كيف اشتغلناها قبل، قلنا انه زحنا من روتيشن لليو والفي تي نعمل construction للموديل. هلا بنحكي طب ما هيدي البروسيدر اللي اشتغلناها وين فينا نوصل فيها بالنسبه للايرور. ثيوريتيكلي نحن بنقدر نوصل ماكسيموم للبلس اور ماينس 3 ملم، 3 مايكرومتر، مايكرومتر مش مليمتر. وهيدي بنحكي على الفوتو على الصوره، يعني هون نحن فينا ندقق بحدود ال 3 مايكرومتر، بس بتضل هيدا ثيوريتيكلي. براكتيكلي وي كان كونسيدر انه الايرور المقبوله هي بحدود الـ plus or minus 5 micrometer. هلا بالنسبة للـ analytical plotter هيدي شو الفكرة منها؟ نحن حيكون في عنا مثل ما حكينا قبل في عنا صورتين، مثل ما هون كنا عم نشوف عنا صورتين. هلا هاو الصورتين كل وحدة منهم عندها system بالposition تبع بالreference تبعها في عندها زيرو معين، فهو حيعطينا الكوردينتس تبع كل نقطة حسب كل صورة. يعني إذا أنا عندي صورتين حيكون عندي كوردينتس هون وهون. هون البلوتر شغلته ياخذهم كرمال يحطهم بالكمبيوتر تبعدين يرجعوا ينعمل لهم ماتشينج. هلا بالنسبة للبروسيجر كيف رح تصير؟ هون مثل ما عم نشوف عندنا كمبيوتر مع الانسترومنت تبعنا كثير واضحه، ببعثكم صوره ملونه لها. هون شو عندنا صورتين عم نشوفهم،
او اثنين شيماتيك ريبريزنتيشن. شو الفكره من هون؟ هون يلي عم نشوفه هون هيدي هي الصوره، الصوره الجويه يلي بيكون عنا اياها، وهيدا السنتر تبعها، وهودي النقط هون اذا بدكم مثل الحدود تبعها، انه انا الصوره هون اللوكيشن تبعها. هلا حنشوف هون انا عندي الاكس، هون عندي مثل هيدا ليد سكرو مثل كانه شيء مثل برغي بيبرم، وهون عندي سيرفو موتور هيدا انا ببرمه بايدي، وهون عندي ديجيتال انكودر، هودي للاكس وهودي للواي. يعني تخيلوا معي هون انا برمت هيدي، هون راح انا ازيح الصوره هيك عم بتزيح على الاكس، ونفس الشيء هون بكون عم زيحها على اليمين. يعني انا هون بكون عم زيح من هون ومن هون تكرمال انا تركب معي الصوره بالبوزيشن يلي لازمه. وهون الديجيتال انكودر ساعتها بيعطيني الكوردينتس تبعها حسب هيدي الصوره. يعني هون عندي صوره وحده، حيكون عندي كمان صوره ثانيه عم بنعمل فيهم ذات الشيء، عم بيتقربوا من او يترجعوا ويعلوا ويوطوا اثنيناتهم، تحت تالي مثل ما قلنا البوينت ام تكون كونستراكتد، ويكونوا صار عندنا كونستراكشن للموديل بكذا محل، تنقول زاويه بنايه او شيء كروس رود او شيء معين شايفينه بالصورتين. بنيجي لهون عم نشوف السيستم كيف عم ينشغل. هون انا عندي الاوبريتر عم بيقشع الكوردين تبع الاكس والواي والزي تبع كل صوره تبع الصورتين. لاحظوا هون عندي اليمين وهون عندي الشمال، هون الاكس انكودر والواي هون اللي برمنا فيهم، سوري السيرفو موتور هن اللي برمنا فيهم، والاكس انكودر هن عم يبعثونا الانفورميشن على الكنترولر كمبيوتر، وبيوصلوا على الكات تنرجع انا اقشعهم نعمل ديسبلاي لانه انا اقشع الشغل يلي عم اشتغله.